الاحتجاجيه دي كانت عصر اليوم او يعني النهارده المغرب، كان في وقفات احتجاجيه قبل كده امام اماكن مهمه زي النائب العام والحقيقه جهات كثيره جدا. اللي حصل انه احنا حبينا نعرف ايه رد فعل السلطات السعوديه على القرار ده، لانه قرار اعتقد انه غير مسبوق. اللي عرفناه انه المستشار القانوني للقنصل السعودي تحادث مع وزيره القوى العامله الوزيره عائشه عبد الهادي، وحاول ان يتاكد من صحه الخبر لانه كان في حاله تشكك او عدم تصديق. الوزيره اكدت له ان هذا القرار واضح ولا رجعه فيه. حاول ان هو او يعني في مرحله الاستضاح ان يقول طب ما احنا المساعي شغاله، ما ندي فرصه لهذه المحاولات. الرد كان انه لا، لما تنتهي المسألة تماما قد نعيد النظر في هذه المسألة. يذكر أنه نقابة الأطباء كان لها وقفة غاضبة جدا لهذه المسألة، وهي اللي طلبت بأنه الدكاترة المصريين ما يروحوش قبل حل هذه المسألة. السؤال للسلطات السعودية، هل لو كان الدكتور ده دكتور أمريكاني كانوا جلدوه 1500 جلدة وحكم عليه ب 15 سنة؟ لا أحد يشكك في التحقيقات لأنه التفاصيل الحقيقة غير معروفة بشكل كبير، إنما هذا الحكم المتعسف للغاية هو الذي جعل الجميع يضيق ويغضب ويعتقد أنه هناك شيء ما خطأ، هناك خلل. على العموم هذا القرار في ناس كتير أيدته واعتقدت أنه ربما يكون بداية خطوات إلى أن تستقيم الأمور وتعود المسائل إلى طبيعتها، ويعود الأطباء المصريين إلى المملكة العربية السعودية بعد أن يتم التأكد من أن أوضاعهم يكفل لها كامل الاحترام، هم وغيرهم. النهارده وبعد التجديدات اللي حصلت في مجلس الشورى، دخل السيد صفوت الشريف ونواب مجلس الشورى كلهم، عدد كبير من النواب اللي بيحظوا بتاريخ كبير جدا، وكان في حاله سعاده. النهارده الساعه 12 الظهر الكل دخل للمجلس وهو في بهاء وبقى في حلته الجديده بعد الحريق الذي اتى عليه وعلى القاعه الرئيسيه. كلهم كانوا بيستشاروا حاله من السعاده والامل، وبيعتقدوا انه ممكن المجلس يشهد دوره برلمانيه ساخنه. كنا هناك ويمكن تكون دي اول مره يسمح لقناة خاصة أن تدخل إلى القبة وتصور بكاميرتها. ترميمات وتجهيزات دامت لأكثر من 3 أشهر، عاد مجلس الشورى بثوبه الجديد ليفتتح دورته الجديدة في دورة يتوقع لها الكثيرون أن تكون ساخنة. قبيل انعقاد الجلسة والتي استمرت لمدة ساعتين، توافدت الوجوه البرلمانية البارزة على مقر المجلس والذي عادت قاعته إلى شكلها الأنيق السابق قبل حادث الحريق. اللي يشوف هذا الحريق ما يتصورش أن هناك إمكانية على الأقل أن المجلس يبدأ في موعده، لكن أنا رأيي أن كان في إصرار شديد جدا أولا من جانب رئيس المجلس الأستاذ صفوت الشريف، وحرصه على أن المجلس بتراثه التاريخي يجب أن يبقى. ده كان نوع من الاختبار والامتحان، أولا اختبار لمدى ارتباط أعضاء مجلس الشورى بالمجلس بتاعهم، فكان تشوف يعني نماذج والناس كانت بتيجي تبص، تيجي تتفرج، تيجي تتطوع، عايزه تساعد. هذا التجديد يعني تم بصوره جيده جدا وفي وقت يعني يعتبر قياسي بالنسبه للانجازات التي تمت. جلسه اليوم كانت افتتاحا لدوره برلمانيه ستشهد مناقشه عده قوانين وتشريعات تتناول زياده مقاعد المراه في مجلسي الشعب والشورى وتوسعه الملكيه الشعبيه للاصول المملوكه للدوله. عندنا قانون مهم وعندنا تشريع مهم يحقق اللامركزية ويعطي للمجالس المحلية سلطات ويشارك أيضا المواطن المصري في صنع القرار. الأمر الثاني هو أن يكون هناك تشريع يدرس ويأخذ طريقه إلى النور بالنسبة لوجود مقاعد المرأة المصرية علاوة على المقاعد الموجودة حاليا في البرلمان بمجلسه في إطار نظام انتخابي. إلا أن حالة من الاعتراض ظهرت واضحة بين نواب المعارضة والذين طالبوا نواب الوطني بمنحهم مساحة أكبر لإبداء معارضتهم. الحزب الوطني يقول احنا موفين حزب التكافل في رأيه، الأعضاء يقولوا كده، وبعدين بيقولوا رأي، هو رأي الحزب اللي هو رأي الحكومة اللي هو ضد رأيهم، يقول لك عشان في عندنا انتماء حزب. كلمك رئيس حزب المعارضة ان احنا نؤكد بصماتنا في اي اتجاه، سواء من ناحيه التشريع او من ناحيه طلبات المناقشه، حتى الوقت اللي بناخده دلوقتي اصبح وقتا محدودا.
وعلى عكس الهدوء النسبي الذي اتسمت به الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى، جاءت الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب للدورة البرلمانية الجديدة ساخنة، حيث شهدت مقاطعة الإخوان المسلمين والمستقلين بالمجلس لانتخابات رئيس المجلس والوكيلين. أصدر النواب بيانا انتقدوا فيه ما وصفوه باستحواذ الحزب الوطني الديمقراطي على كافة المناصب القيادية بالمجلس، وأكد المعترضون أن مقاطعتهم للانتخابات وعدم الترشيح لأي منصب من مناصب المجلس إنما هو للاعتراض على الأسلوب المتخذ في توجيه الانتخابات. كما أكد النواب على أن يتم اختيار أعضاء بعض اللجان بشفافية وليس بطريقة سرية، كما أشاروا في البيان إلى أحقيتهم في اختيار ممثليهم المستقلين والذين رفضوا تسلم بطاقات الاقتراع. خرجت الانتخابات الداخلية لمجلس الشعب بفوز الدكتور أحمد فتح سرور رئيسا للمجلس بنسبة 100% بعد تصويت 335 نائبا للوطني، فيما تراجع النائب طلعت السادات المرشح المستقل في اللحظة الأخيرة وهو ما اعتبر مفاجأة. كما فاز الدكتور زينب رضوان بوكالة المجلس عن الفئات وعبد العزيز مصطفى عن العمال والفلاحين، وفاز الحزب الوطني بكل المناصب القيادية داخل اللجان النوعية لمجلس الشعب. يبدو أن الدورة البرلمانية المقبلة لن تكون هادئة، خاصة مع بدايتها التي شهدت اعتراضات ومقاطعات، على الرغم من البداية الأنيقة نسبيا بعقد الجلسات في أماكنها بعد تلافي آثار الحريق. حاتم خيري، 10:00 مساءً.